بتاخدنا لمعنى كبير. يعني ممكن المطبخ بتاعك مش مكلف آه، ولكن فيه فكرة طعوية. النهاردة معانا لحمة مفرومة ومعانا طماطم، وأنا كاتب في المقادير طماطم جامدة، يعني طماطم تتحمل الحشو، ما جيبش الطماطم الطرية وأنا بحشيها. هنشوف المقادير طماطم جراتان باللحمة المفرومة والجبنة، مقاديرها على الشاشة. معانا طماطم الحجم بتاعها واحد، يعني وانت بتشتريها انت حاطه في اعتقادك انك هتحشيها وتكون جامده، الجلده بتاعتها والبطنيه بتاعتها جامده. ومعانا لحمه مفرومه، ومعانا جبنه شرايح، ومعانا بصل وتوم. البهارات بتاعتنا شويه زعتر، شويه روزماري، ملح وفلفل. مقادير بسيطه سهله. ولكن عايز اقول حاجه مهمه جدا، لما تيجي تخش المطبخ تعملي اكله بتفاصيلها وتكون المقادير بتاعتها في متناول الجميع، لازم تحط في الاعتبار يكون في فكر طهوي شويه. نعملها ازاي؟ اول حاجه هعصج اللحمه المفرومه بتاعتي. المقادير على الشاشه شفناها مع بعض، حلو قوي زي الفل. عينيه نحط بصلايه كده حلوه على النار عشان زيت الزيتون، الله. وهستنى على البصله دي لما تديني ايه طعمها وجمالها كده، حلو. وناخد مع بعض الطماطم الحلوه دي كده، والطماطم الحمراء ما تمشيش مع البلانشه الحمراء يا مسهل يا حلو. وتعالوا مع بعض نشوف ازاي افرغ الطماطم عشان احشيها. دي خطوه مهمه جدا على فكره. باخد طماطميه زي دي كده مثلا، اهي تشتريها من عند الراجل بتاع الخضار، وتجيب سكينه صغيره، وفي سكاكين طبعا بتبقى جاهزه انك انت تعملي بيها اشكال حلوه. يعني مثلا السكينه الصغيره زي دي كده بتكون موجوده عندك في المطبخ، بتقطعي تفاح. الحاجات دي مهمه جدا يعني للساده المشاهدين. ممكن التكلفة المالية بتاعتها قليلة، ولكن وجودها في المطبخ مهم جدا، بتديك فرصة وبتساعدك انك تعملي افكار بسيطة وسهلة في مطبخك وتشجعك. اول حاجة بشيل الزهرة بتاعت الطماطمية دي كده بالراحة خالص، بدون ما اخد من اللحم الطماطمية او ايه وزنها اهو كده. انا خلصت من ديت اهي، جيبوا لي دي كده يا شباب بعد اذنكم اهي، تمام بخلص منها. حلو قوي، باجي بسكينة مشرشرة كده واجي قاطع الطماطمية كده واخلي ده على جنب، ده الكفر بتاعها. حلو الكلام. اخلي دي في طبق كده جانبي مش عايزها اه. واخد التفريغه بتاعه الطماطم كده بسكينه صغيره اهو، كده واجيب ظهر السكينه، اجي عامل الحركه دي كده ابص اهو. طبعا ده ما ينفعش يترمي، ده يتعمل شوربه، يتعمل صلصه بيتزا، يتعمل صواني بالشكل ده كده. بص على الحلاوه اه، جاهزه. هنعمل واحدة تانية مع بعض بس نشوف أخبار البصلة بتاعتنا أخبارها إيه. الله، لون البصلة بيفتح النفس، بصلاية حلوة. بحط مكعب زبدة لطيف عشان يديني تحميرة حلوة للبصلة بالشكل ده كده. مع الزبدة بحط فص ثوم محترم كده. أنا بعمل الحشوة بتاعت الإيه الطماطم بتاعتي، بصلاية مع الزبدة. بعد البصلة ما خدت اللون الجميل بنزل بالبهارات الحلوة، واحنا شغالين مع بعض ازاي نجهز الطماطم للحشو. وده اسهل بكتير ما تجيبي حلة كرنب وتجيبي كرنباية بقى وتقعدي تحشي طول النهار، وفي الاخر ممكن تتعبي على المحشي ده ويطلع سبايسي شوية من راجل مش عايز ياكل محشي كرنب. فالطماطم سهلة وبسيطة، شوية فلفل صغيرين زي الفل. انزل باللحمة المفرومة بتاعتي اهي، بصلايه هنا جاهزه. بص على البصلايه دي كده، شفت الحلاوه دي كده اهي. انزل باللحمه المفرومه، كندوز، ضاني، جملي، اي لحمه مفرومه عندك مفيش مشكله. بديل للحمه المفرومه تستخدمي فراخ مفرومه برضه مفيش مشكله. ده روزماري هشيله ليه؟ ما هخليه في قلب اللحمه يا شفيق. بقول ايه اللي نازل مع اللحمه دي؟ ده عود روزماري احنا عاملينه جرنش للطبق. احنا بنزين الطبق او نجرنش الطبق قبل الشغل وبعد الشغل، حلو اه. ونبدا ان احنا نحمر اللحمه دي يا عم الشيف تعصيجه حلو. يا شيف مغازي، نعم يا ست الكل، اللحمه بتكلكع مني وانا بعصجها. يا شيف مغازي، نعم يا ست الكل، اللحمه ما بتبقاش كده مفروله زي ما بتشوفها في بعض المطاعم. انا هقول لك على سر دلوقتي يخلي اللحمه دي مفلفله معاك. شايفين اللحمه؟ احنا بنعمل سوشيال ميديا، معلومة غير معلومة في نهاية الحلقة بتاعتنا، وإيه التركاية وإيه مفاتيح سر نجاح الأكلة. كل أكلة بتعمليها في المطبخ بيبقى لها مفاتيح لإن هي تطلع معاكي حلوة ولطيفة. والمفاتيح السعادة الزوجية في جيبك، مش هتدوري عليها، هو مطبخك.
مش هتروح عند الراجل بتاع المفاتيح تقول له اديني مفتاح باب المغاره خالص. كل المفاتيح في جيبك انت، مش هتدور عليه. هي تعمل لي اكله حلوه لجوزك، طبق حلو، حاجه جديده، هيبدا النقاش ياخد ويدي على السفره بتاعتنا. عملتيها ازاي؟ ده طعم اللحمه مختلف النهارده. قلت له والله اتعلمت من الشيف البغازي يحمر البصلايه ازاي قبل ما ينزل باللحمه، لان في مشكله بتواجهنا ان احنا بنشم ريحه البصله في المفروم، سواء بنعمله محشي سواء بنعمله حواوشي. انا ضد الموضوع ده خالص، لازم احمر البصلايه كويس. باخد شويه شوربه من اللي عندي دي كده معايا كل يوم، الصديقه حله الخير بسميها، فيها جزر، فيها كرفس، فيها بصل، فيها توم، فيها ورق لورا، وفيها حبهان، كل ده باخد مغرفه دي اهو ده اهو زي الفل، واشيل دي من هنا تاني واسيب الميه تغلي معاها كده زي الفل. ونرجع لحديثنا مع الطماطم كده. اللحمه بتستوي عندي، اتفرجي عليها بعد شويه هتلاقي حبه قد السمسمه. نغطيها مع بعض كده بسرعه. هتغطيها ليه يا شيف؟ علشان البخار اللي هيطلع نتيجه وجود الماء الساخن هيفرول اللحمه معايا ويتبخر اللحمه ويسيح الدهون من بعضيها واللحمه تفك معايا. اغطيها كده. حلو الكلام. نرجع لموضوع اللحمه، الموضوع الطماطم. نيجي تاني كده ناخد طماطميه اهي، نشيل البذره دي كده بالراحه خالص بسكينه من غير ما تعوري ايدك اهو، سكينه صغيره اهو. شفت طلعت معايا ازاي؟ اهو اهي. دي مش عايزها خالص اهي، ما ينفعش تستوي زي الفل. اخلص منها كده واخليها. هاجي هنا كده بسكينه اهو، بصي اهو على البلانشه في ايدك زي ما انت عايزها. وخدت الكفر ده كده بالشكل ده كده، اخلصه للاخر من غير ما تعوري ايدك اهو. حلو. ونيجي للقلب بتاعها كده بسكينه اهو، بص ازاي اهو. سكينه يعني سعرها في متناول الجميع، مش غاليه بس لطيفه جوه ازاي بتنفعك اهو. شلت دي كده اهي، دي قاسيه شويه. بعد ما بنزلها كده بقلب السكينه بظهرها اهو. عندك مقوره بتاعت كوسه تنفع، بس دي السكينه دي هتديكي شكل حلو اهو. حلو اهو. الطماطميه جاهزه. باجي هنا في ارضيه الطماطميه بعمل لها جلسه كده بايدي اهو. حلو زي الفل. اصبحت هي كده. ونفس القصه هنا اهو. عرفنا ازاي نجهز الطماطم للحشو اهو. تحشيها بقى لحمه مفرومه اهلا وسهلا، تحشيها تونه اهلا وسهلا، تحشيها فراخ مفرومه اهلا وسهلا، تحشيها جمبري اهلا وسهلا، زي ما انت حابه. ادي اللحمه المفرومه على النار، بص عليها كده مخرجنا الجميل، شوف الدلع اهي. شيف مغازي اللحمه بتكلكع مني ليه؟ اهو مغرفه الميه اللي انا حطيتها ولا شويه الميه السخنين اللي انا حطيتهم اهو فرولوا لي اللحمه. اصبحت اللحمه هنا جاهزه. حلو قوي. هناخد اللحمه اللي ريحتها لطيفه جدا على فكره. تعرفي اللحمه الحلوه من الريحه بتاعتها وانت حاطه عليها بهارات قليله. خلي بالك اللحمه لما تكون طازه ما تكتريش بهارات كتير. وبعدين ما تحطيش بهارات تسرق الطعم يعني. الله، جاهز اللحمه كده زي الفل. ما حطيتش ملح، انت مركز معايا قوي بقى. بيقول لي ما حطيتش ملح المخرج. شويه الملح الحلوين دول كده زي الفل. قلبنا خلاص. نبدا ان احنا ايه؟ نحشي اللحمه بتاعتنا. حلو قوي. وبعدين تخليها جوسي كده، فيها طعم كده، ما تنشفهاش. ما تنشفهاش علينا يا عم الحاج. تبقى طريه كده ولطيفه. والله ممكن تحط شويه مكسرات معاها اهلا وسهلا، شويه لوز اهلا وسهلا، شويه فول سوداني اهلا وسهلا، حسب الرغبه. تعالي يا فاصوليا. الفاصوليا خليكي هنا. وعند الصينية بتاعتها الحشوة كسرولة دي كده ونبدأ. اللهم صل على النبي. بص على الحلاوة، بص على الحلاوة، املاها جامد بقى. حط شوية شوربة منها كده. زي الفل. كمان واحدة عينية. ازود اللحمة؟ حاضر يا فندم. واحطها هنا. طبعا انا عامل لها اساس في الارضية. واحط الكفر بتاعها عليها. نفس القصة. امال الجبنه هتحطها امتى يا عم الشيف؟ الجبنه بعد الطماطم دي ما تستوي. حط كده بمعلقه واخد شويه صوص كده منها. واحشيها. تقوم الطماطم تبقى طعم اللحمه. طماطم محشيه باللحمه المفرومه جراتان، المسمى العلمي، المسمى الطهوي في بعض المطاعم، طماطم جراتان باللحمه، طماطم جراتان بالدجاج، طماطم جراتان بالجمبري. ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير وتسيبوني انا اعيش مع الطماطم وشكلها الحلو ده كده. هاخد بعض واطلع فاصل صغير، ولكن ما ننساش حاجه مهمه جدا
مطبخك البساطة والسهولة والمرونة بتشوفيه دايما على شاشة القناة الأولى أو هتروحوا بعيد تابعوا. وما زال العمل مستمر وقائم على حشو الطماطم بفكر بسيط وسهل ريحتك في انك تقعدي تضيعي اليوم كله والنهار كله على حلة كرنب. لا بس لازم حلة الكرنب في الشتاء، ما استغناش عنها، كرنب المصري الجميل الحلو ده. ولكن طماطم محشية الأطفال هيحبوها، الكبار هيحبوها، سريعة الهضم، سريعة المضغ، قيمتها الغذائية عالية جدا بالمحتوى بتاعها إذا كان لحم ضاني أو كندوز. حلوة أوي. أعتقد إن كلها محشية. نلف بص عليها كده، مش ناسي واحدة ولا حاجة يا شيف؟ زي الفدي عايزة شوية. طب اللحمة المفرومة الباية دي هتروح فين يا شيف؟ شوية مكرونة سباكيت عندك بقى صوص بولونيز بالطماطم اللي أنت مطلعاها من قلب الطماطم. مش إحنا مطلعين قلب الطماطم موجود معانا؟ الحمد لله ما خدوهوش. الطماطم اللي موجودة دي تضرب في الخلاط مع عصير طماطم بوريه مع اللحمة المفرومة. أنا بس بقول محطات كده علشان لما تبقى واقفة في المطبخ تبقى فكرك واسع، تبقى الصورة مفتوحة تشكلها زي ما أنت عايزة. إخواننا بتوع الجرافيك، حلو؟ الطماطم دي تضرب في الخلاط بوريه، تنزل على اللحمة المفرومة بقى صوص بولونيز. رحنا على إيطاليا من غير تذكرة ولا تأشيرة، شوية سباكيتي مسلوقين بقى مكرونة بالبولونيز صوص، شوية جبنة مبروشين عليها برمجان، أنت كده رحت على إيطاليا. حلو الكلام؟ هنخلي اللحمة المفرومة على جنب. كده اللحم الطماطم جاهزة، نقفلها كده بالراحة، كل غطا بطماطميته. حلو الكلام؟ الصغير مع الصغير والكبير مع الكبير. هنعمل ايه؟ التركية بتاعت المغاز، طاسة على النار. حلو قوي. بحط في الطاسة دي قليل من زيت الزيتون مع مكعب من الزبدة، طشة كده لطيفة هتعجبك قوي، عشان الطماطم دي تشرب منها. قليل من زيت الزيتون مع مكعب من الزبدة. معانا قليل من الشبت، دايما في علاقة قرابة وحب بين الشبت والطماطم حتى في السلطة. حلو، فص توم محترم. فين التوم؟ حلو، فص توم حلو يا دلعك. شفتي بقى التومة دي؟ التومة دي مع الزبدة مع زيت الزيتون بتتدلع. سنة شبت صغيرة قليل قوي. حلو الكلام؟ كزبرة خضراء. يا ولي. هو ده. ونقلب دول كده مع بعض. لسه ما خلصتش، الحلو جاي. كزبرة خضراء، شبتة، تومة، زيت زيتون، مكعب من الزبدة، بيتدلعوا على النار. نعمل ايه يا عم الشيف؟ شوية البهارات الحلوين، ملح وفلفل. ملح وفلفل، هو ده. ونقلب كده. معانا قليل من الماء، مش مية دي، ده بوكيه جرنية عندي اهوت بيغلي على النار من البداية. شفت بقى التركاية؟ بحط هنا ده كده. يا ويلي يا ويلي لما الشيف المغازي يشتغل بمزاج. بس خلاص هناخد الخليط ده كده، ظبطنا الملح والفلفل، وياخد غلوه على النار، اشم ريحه الكزبره مع الشبت. محشي لازم الشبت والكزبره. ناخده زي ما هو كده، يلا مع بعض، يلا مع بعض الطشه الحلوه دي كده. يا ويلي اتدلع. يا كيتهم. ايه الحلاوه دي؟ كزبره شبت، زبده زيت زيتون. ده الجديد بقى، دي التركايه. الطماطم خدتنا في مكان تاني خالص. درجه حراره الفرن عندي 180. حلو الكلام؟ افتح يا سمسم. يلا فريق العمل، فرسان التلفزيون المصري، هناخد الكسرله الحلوه دي اللي فيها الخبره الطهويه والابداع الطهوي. بساطه، سهوله، مرونه في قلب الفرن. اللهم صل على النبي. كنز هنا، كنز. انظر نظرة الوداع، ايه الحلاوة دي؟ سابقني بالصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. نقفل الفرن، يلا بينا. تعالوا نشوف الطماطم المحشية بتاعتنا اللي هتكون على السفرة بتاعتنا، هي محور الحديث. ازاي اللحمة استوت؟ ازاي الطماطم ما فتحتش؟ ازاي نسيح الجبنة؟ كل ده مع بعض، ولكن النظافة مهمة جدا. بص على الحلاوة، ايه رأيك تبص على الحلاوة؟ شوف شكل الطماطم وهي بتتشوي معانا في الفرن. حلوة قوي. احنا هنحشيها جبنه او موزاريلا او جبنه شيدر حسب الرغبه. عيني يلا شوفها على ما غير الجلافز بتاعي. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ الطشه اللي انا عاملها مع الطماطم مخلياها شقاوه في قلب الفرن. طشه، طاسه على النار. تعالوا نطلع الطماطم بتاعتنا من الفرن. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. سخنه يا شيف، خلي بالك، عايزينك يا عم الشيف. اوبا، ايه الحلاوه دي؟ لا 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 لا. شفت الحلاوه؟ شفت قرمشه القمع بتاع الطماطم؟ الكفر بتاعها
عايزينها بالجبنه مع بعض. باخد الكفرين دول كده، باخد جبنه احطها كده، عايزه جبنه موزاريلا اهلا وسهلا. شفت الجو ده كده؟ دي جبنه شرايح انا عاملها علشان الاولاد بيحبوا الجبنه بتاعت البرجر. تاني طبعا هي الجبنه نازله على الطماطم وهي سخنه، فوارد ان هي تسيح معاكي. ندخلها الفرن شويه، لو معانا طايم مفيش مشكله اهو، واغطي طبق جديد. الاولاد كان نفسهم في البرجر، جايبه كيس جبنه في الثلاجه، وفي باب الثلاجه لو فتحتيه دلوقتي هتلاقيه بقاله شهر. طلعيه، مش هكلفك وتعملي برجر، عملتيه مع الطماطم دي بالشكل ده كده. اللي انا بقوله ده في كل بيت مصري، في كل بيت عربي، بنجيب الحاجه نفسنا فيها واحنا بنتسوى، بنجيبها نركنها في الثلاجه، في باب الثلاجه، باب الفريزر، تقعد معانا وفي الاخر مصيرها فين مش عارف. ده اللي بيحصل للامانه، مش تبذير، نسيان. الحاجة بتبقى في عينينا حلوة واحنا بنتسوق، ده بيحصل في كل، انا شخصيا كده بيبقى نفسي مثلا في الكريمة اللباني واجيبها واخدها، اقول ده انا عامل رجيم، كل ما ابص لها ده انا عامل رجيم، تنتهي طريق صلاحيتها وهي في قلب التلاجة. ده بيحصل في اي بيت عادي يعني، مش بس، ولكن التبذير ده بعتبره تبذير يعني. طب الكريمة اللباني ممكن استخدمها استخدامات تانية، مثلا مع شوربة بطاطس بالكريمة، شوية بسلة، الشرب اللطيفة، شوية مكرونة بالوايت صوص زي اللي كانت لسه عليها أختنا، حاجات دي كده أهو. سبحان الله، والله يا شيف مغازي أنت مرزق، الجبنة على قد الطماطم، وأنا ماسك قلبي بإيدي من ساعة، أقول يا ربي واحدة تطلع من غير حشو، يقولوا إيه ده أهي. والنبي مخرجنا الجميل الله يرضى عليك، وتمسك باب النبي عليه الصلاة والسلام، جيب لي الطماطم على قد الجبنة، لا عديت الطماطم ولا عديت الجبنة، هي أرزاق. درجة حرارة الفرن 180. يلا صلى على الحبيب. هندخلها الفرن تاني. والله لو بعد الطماطم وعد الجبنه ما هتظبط كده. ناخدها زي ما هي كده، زي ما هي. على الشبكه. حاضر، على الشبكه. شوف الحلاوه، شوف الدلع، دي عايزه تدلع. طماطم محشيه، ايه ده؟ جبنه ولحمه مفرومه وطماطم وخبره طهويه، خبره السنين، نخليها في الفرن. يلا دلعني واطلعها لك بره شويه، انا عارف اهي. حلو قوي، اللهم صل على النبي. اوف اوف اوف، عصير ليمون. نعم. ده بقى تسيح دلوقتي، ده فرصه اقفل عليها الفرن شويه حبيبي. تمام. بص الجبنه بدات تسيح، ده فرص لانها في اصطدام بماء الطماطم وسائل الطماطم، خلي بالك. نقفل الفرن. حاضر، اخليه. حاضر، طيب. انا سايب الفرن مفتوح والمخرج عايزها تسيح. طب تسيح ازاي؟ قول لي انت عايز صوره حلوه. خلينا نطلع الطماطم بتاعتنا زي الفل. مخرجنا الطماطم دي مكانها يا فندم اهو، انا خلصت، هجري دلوقتي نطلع الطماطم بتاعتنا. الله، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده، اللهم صل على النبي.